السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نلتقيكم اليوم في المحاضرة 16 من مادة محاسبة ضريبية، وهي المحاضرة الأخيرة، وبذلك بنكون انتهينا من اللي هو الفصول الأربعة في مادة المحاسبة الضريبية. عنوان المحاضرة اليوم ضريبة المهن الحرة والعقوبات والغرامات، ضريبة المهن الحرة والعقوبات والغرامات. خلينا سوا نشوف ايش المقصود بضريبة المهن الحرة والعقوبات والغرامات. ضريبة المهن الحرة، طبعا ضريبة المهن الحرة هي عبارة عن الأعمال التي تقدم خدمات على قدر عالي من التخصص، اللي بيعتمد على الجهد الذهني، والدخل من المهن الحرة هو الإيراد الناتج من مزاولة العمل بصفة ذاتية وبشكل مستقل وبحرية على مسؤولية صاحب المهنة، معتمدا على الإيراد الناتج عن العمل، وهي مباشرة تسري على الأشخاص الطبيعيين وشخصية، يعني تفرض بشكل سنوي على أساس الاستحقاق أو القبض، واللي هو إقليمية، ويشترط أن يمارس صاحب المهنة اللي هو عمله بشكل مستقل دون رابط بجهة عمل معينة، دون ارتباطه بجهة عمل معينة. يعني المهن الحرة المقصود فيها زي الشركات الخاصة والمحلات التجارية، في النهاية صاحب العمل هو حر في وقته وبيذهب لعمل وقت ما يشاء، مش مرتبط بأي أعمال أخرى يعني عند آخرين، بمارس هذه الأعمال وبقدم اللي هو الجهد سواء الذهني أو ما شابه اللي بحقق من وراء يعني دخل من خلال مبيعات مشتريات ومبيعات أو تقديم خدمات معينة أو صيانة أو ما شابه أو إبرام صفقات أو أي شكل من أشكال اللي هي الأعمال المختلفة. مثال: علاء الدين طبيب لديه عيادة في غزة، حقق دخل خلال سنة 2002 بمبلغ 60,000 دولار. بلغت مصروفاته خلال السنة كالتالي: 8,000 دولار راتب سكرتيرة، 4,000 دولار إيجار عيادة واللي هو كهرباء، 1,000 دولار استهلاك معدات طبية وأثاث. فإذا علمت أن السيد علاء متزوج ولديه ولد ومع ويعيل والديه، فما هي الضريبة المستحقة على الدخل؟ بدنا نشوف كيف بدنا نحل هذا السؤال. هي أعطانا بيانات، قلنا أنه علاء الدين هذا الدكتور عنده 60,000 دولار داخل في سنة 2002، لكن عنده مصاريف 8,000 دولار راتب سكرتيرة و 4,000 إيجار عيادة وكهرباء و 1,000 استهلاك معدات طبية، وهو إيش متزوج وعنده ولد وبعيل والدي وبعيل من الدكتور علاء. طبعا إجمالي الدخل زي ما حكينا 60,000 دولار ناقص المصروفات الخاصة بالعيادة 13,000 دولار اللي هي تو ذكرناها بالتفصيل، 13,000 دولار. بضل عندنا 47,000 دولار الدخل قبل الإعفاءات، $47,000. طب ايش في بيستفيد من إعفاءات يا أستاذ؟ بيستفيد من إعفاء مقيم 3,000 دولار، وفي عنده إعفاءات عائلية 2,000 دولار لأنه هو عنده زوجته وولد وبعول والديه، إذا عنده 4 × 500 اللي هو بيطلع 2,000 دولار، وفي عنا بصير اللي هو 5,000 دولار من مجموع الإعفاءات من 47,000 دولار. إذا بضل الدخل الخاضع للضريبة عند الدكتور علاء اللي بده يحاسب عليه 42,000 دولار. كان بالأول هو حكى إنه صافي الدخل أو الربح عنده 60,000، الآن هو بده يحاسب عن 42,000 لأنه أخذنا في الحسبان الإعفاءات بقيمة 5,000 والمصاريف اللي ذكرها 13,000. إذا بضل عنده 42,000 دولار بده يدفع عنهم ضريبة. بنيجي بنوزعهم على الشرايح الثلاثة المعروفة، اللي هو أول 10,000 8% بيطلع 800 دولار، 6,000 الثانية في 12% بيطلع 750 دولار، وباقي المبلغ اللي هو 26,000 بعد ما اللي هو نطرح من 42 ال 16 بضل 26,000 في 16% بيطلع عنا 4,160. إجمالي المبالغ المطلوبة من الثلاث نسب اللي هو بصير التوتال الإجمالي للمبلغ الضريبة اللي بده يدفع الدكتور علاء بيطلع 5,680 دولار. العقوبات والغرامات، الهدف من فرض العقوبات والغرامات الضريبية زي ما احنا شايفين انه فرض الغرامات والعقوبات الضريبية لا يعتبر امر محبب لدائرة الضريبة، ولا يعتبر هدفا في حد ذاته،
وإنما هو وسيلة لحث المكلفين على الالتزام بالقانون الضريبي ودفع الضريبة. وكذلك ضريبة الدخل بتصير بينها وبين المكلفين مشاكل للاحتكاك المباشر ما بين دائرة الضريبة وبين المكلفين، وذلك لأن المكلفين زي ما حكينا في محاضرات سابقة إنه لما يقوموا بتحصيل الدخل بتبعهم بعد جهد واستثمار أموالهم بيجدوا من الصعوبة على النفس دفع الأموال اللي هم جنوها بعرقهم إلى اللي هو أشخاص آخرين، وإن كانت هذه الجهات اللي هي دائرة اللي هي الضريبة. بعبارة أخرى، الغرامات ليست هدف في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق هدف بصورة عامة. فإن الهدف من فرض الغرامات والعقوبات الضريبية هو ما يلي: ضمان تنفيذ التعليمات والقوانين فيما يتعلق بتقدير الدخول الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة، حث المكلفين على تقديم الإقرار الضريبي والمبالغ المستحقة في مواعيدها، التزام المكلفين بتقديم البيانات الصحيحة المؤيدة بالمستندات، تحقيق المساواة بين المكلفين وعدم مراعاة مكلف على حساب مكلف آخر، ضمان حقوق الدولة المالية من خلال تنفيذ سياسة الغرامات المالية والتي تشمل الفوائد وانخفاض قيمة العملة لضمان تدفق الأموال بقيمتها الحقيقية المقررة وفي مواعيدها الدورية أو السنوية، دفع الضريبة عمل إجباري وليس اختياري، والعقوبات هي أحد الأشياء التي توضح إلزامية وإجبارية الضريبة. إذا زي ما حكينا مرة تانية إنه اللي هو الغرامات ليست هدف في حد ذاتها، وإنما وسيلة تحقيق اللي هو هدف بصورة عامة. فالهدف من فرض الغرامات والعقوبات زي ما حكينا وذكرنا هذه البنود الموضحة أمامكم. العقوبات والغرامات أنواع المخالفات. أنواع المخالفات: نتيجة قيام المكلف بعمل ما، تسجيل مثلا قيود وهمية أو إتلاف الدفاتر والمستندات أو تسجيل مستندات وهمية أو إعداد إقرار ضريبي مع تقديم بيانات كاذبة، حذف قيود محاسبية مثلا. مخالفات نتيجة امتناع المكلف عن القيام بعمل ما للامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو الامتناع عن سداد الضريبة والامتناع عن الإجابة عن أسئلة دائرة الضريبة وتقديم البيانات المطلوبة. يعني مثل هذه المخالفات اللي ممكن تكون، مثل ذلك المخالفات اللي ممكن تكون عند مكلفين. ملاحظات على اللي هو المواد القانونية: المادة رقم 38 بتتحدث عن اللي هو الغرامات، المادة 39 اللي هو تعدد أنواع المخالفات الضريبية، المادة 40 بتتحدث عن العقوبات المتعلقة بالمحاسبين القانونيين. طبعا عقوبة المحاسب القانوني أكبر من عقوبة المواطن في القانون. ليش؟ لأن هذا محاسب ومعه مؤهل علمي وقانوني وفي عنده حلف يمين أنه يؤدي أمانة الأعمال بتبعته بأمانة ودون ما يعني غش أو تزوير أو ما شابه، ويكون يعني حيادي وموضوعي ويفصح عن الحقائق. طبعا هي بتكون ما بين $100 إلى $500 غرامة وحبس من شهر إلى سنتين إذا يعني ارتكب أحد المخالفات التالية: إذا قام المحاسب القانوني بإعطاء شهادة على صحة الحسابات الختامية لمنشأة أعمال دون قيامه بالمراجعة والفحص، إذا قام بأخذ تقرير بدون تحفظ مع احتوائه على تحفظ، إذا قام بمساعدة المكلف بالتهرب من دفع الضريبة عن قصد. طبعا المادة 41 بتتعلق بعقوبة حجز الأموال، فيجب على من يحجز الأموال أن يعطي المكلف شهادة بالأموال المحجوزة ولكن بقرار محكمة. المادة 42 بتتحدث عن عقوبة المنع من السفر، والمادة 43 اللي هي العقوبة والغرامات لا تعفي عند دفع الضريبة. بدنا خلينا نشوف الفرق بين الغرامات والعقوبات. الفرق بين الغرامات والعقوبات: المعيار اللي هو في عندنا الهدف. بالنسبة الهدف من الغرامات ضمان الحق المالي، أما الهدف من العقوبات عامل ردع للمكلف والآخرين. بالنسبة لطريقة فرضها اللي هي الغرامات تكون بصورة آلية. العقوبات يجب سماع شهادة المكلف. طبعا بالنسبة لتنفيذ الغرامات حسب بنود وتعليمات معلنة، أما بالنسبة لتنفيذ العقوبات بناء على محاكمة إدارية أو نظامية. طبعا من حيث طبيعة الغرامات مالية، من حيث طبيعة العقوبات شخصية ومالية. السبب الغرامات اللي هو تأخير الضريبة. ليش بتفرض السبب يعني فرض الغرامات اللي هو بسبب تأخير دفع الضريبة، أما السبب اللي هو العقوبات المخالفات الأخرى. مثال: دفع
غرامات تأخير عن تقديم الكشوفات الدورية في الغرامات في العقوبات من جيب مثال حبس المكلف أو منع من السفر أو الحجز على أمواله. لا تراد والطعن طبعا بيعني رفع قيمة الضريبة المقدرة بواسطة مأمور التقدير من قبل المكلف. الاعتراض بيكون نوعين أساسيين، اعتراض إداري لدى دائرة الضريبة نفسها، وهذا برضو بينقسم إلى قسمين، اعتراض لدى مأمور الضريبة الذي قام بالتقدير، والاعتراض لدى لجنة الطعن وهي لجنة من 3 مأموري ضريبة يشكلها مدير الضريبة. أما الاعتراض القضائي اللي هو بيكون في رفض قيمة الضريبة المقدرة بواسطة مأمور الضريبة من قبل المكلف لدى المحاكم، وينقسم الاعتراض إلى قسمين أيضا، استئناف لدى محكمة استئناف الضريبة والانتقال إلى محكمة النقد العليا ويعتبر حكمها نهائيا. طبعا الاعتراض يعني بيسمح الاعتراض خلال 30 يوم من تاريخ التقدير الضريبي، خلال 30 يوم من تاريخ التقديري. هنا في عندنا يعني ملاحق ونماذج اللي هو الأوراق اللي بيتم استخدامها في تعبئة اللي هو وتسديد قيمة الضريبة كويس من قبل اللي هو المكلف زي ما انتم شايفين. هذا النماذج بتستخدم في اللي هو عملية دفع الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضريبة الجمارك والمكوس وما إلى ذلك. المراجع اللي تمت في المادة اللي هو عبارة عن نظام ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل رقم 17 لعام 2004، وكذلك قانون ضريبة الدخل رقم 8 لعام 2011، وقانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1929، وقانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962. بذلك بنكون انتهينا من المحاضرة 16، وهي المحاضرة الأخيرة في المادة. في ختام انتهاء المادة نشكر لكم متابعتكم وحسن استماعكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرة مراجعة شاملة لمادة المحاسبة الضريبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.